السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان، صاحب الفخامة قربان قولي بردي محمدوف، رئيس مجلس الشيوخ، أبو الأمة التركمانية، شعب تركمانستان الشقيق. يحتفل العالم في 4 فبراير 2024 باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بالإجماع لاعتبار يوم 4 فبراير من كل عام اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، استناداً إلى المبادرة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في عام 2021 إلى الأمم المتحدة. وفي ذات السياق، انبثق اليوم العالمي للأخوة الإنسانية من وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعت في 4 فبراير 2019، حيث دشن كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس وثيقة الأخوة الإنسانية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. تلك الوثيقة التي غيرت وجه العالم وعززت العلاقات بين الشرق والغرب، كما أسهمت في نشر ثقافة الأخوة والتعايش بين البشر. وفي الذكرى 5 لهذه الوثيقة، حققت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية عدة إنجازات ملموسة، بالإضافة إلى الإعلان عن اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، تم تدشين جائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية في عام 2019، وقد حصل عليها الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو كوتيرش، والناشطة الفرنسية من أصول مغربية السيدة لطيفة ابن زايتن، وتأسيس بيت العائلة الإبراهيمية في عام 2023. وفي عام 2021 تم تنفيذ مبادرة الشباب للتعليم والقيادة من أجل السلام، والتي تستهدف استقطاب الشباب من مختلف البلدان والثقافات والأديان ومساعدتهم سوياً على تطبيق مبادئ الأخوة الإنسانية في مجتمعاتهم. وفي مارس 2021 أطلقت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية مبادرة دعم المرأة تحت عنوان آمال المرأة وتحدياتها في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا، واستكمالاً لمسار وثيقة الأخوة الإنسانية، وتحديداً في 16 فبراير 2023 افتتح سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، البيت الإبراهيمي الذي يضم مسجد وكنيسة وكنيس بهدف تعزيز الأخوة الإنسانية بين أصحاب الديانات السماوية الثلاث وإعلاء قيم الوئام والسلام. وفي الختام، أود أن أغتنم تلك الفرصة لكي أهنئ الشعب التركماني الشقيق باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، متمنين أن ينعم الله دوام الأمن والاستقرار والازدهار المستدام للشعب التركماني تحت قيادة فخامة سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.